يلا يا اخي يا احمد يا اخي يا اخي، ده شنو السودان الممل ده يا اخي؟ ده كل يعني ما ممكن ما ممكن كل يوم نفس الروتين، نفس البرامج، نفس يا اخي مطاعم 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 يا اخي. دارين نسوي شيء جديد يا اخي بجد، ما في برامج يا من شنو؟ يا كافي يا مطعم، يا كافي يا مطعم، جد حاجه جديده كده رفاهيات. والله يا مان عندي فكره، بس يا مان حتكون مكلف. فنادق رايك شنو؟ جنان فنادق يا اخي، لكن الفنادق دي يا اخي ما دار لها برنامج ودار لها قروش ويعني حاجه ذاته، ما اي زول بيقدر يخشها ذاته. فرص ضارب والله، الفرص واصل لهنا. النخاع النخاع هنا ولا هنا؟ هنا. اسمعني يا مان، اسمعني يا مان، احلام العصر قد نحلم فيها دي ما بتفهم. جد بجد بالطلوع بس نمشي نوم يا حبيبي. والله انا مش نوم، خليني انا ذاته دار نوم يا خليني. احب الله شنو قال لنا؟ قال لنا شنو؟ قال لك شنو؟ فنادق يا اخي يسمونا. كمان اسمعني كده يا احمد، اسمعني نرقد ننوم نصحى نكمل القصه دي ونشوف الفكره. يلا يلا السوق العرب ولا اي حاجه. يلا يلا تصبح على خير ولا تمسي على خير ولا ما اعرف يا مان. اسمعني احنا يوم نزل نقلب. يلا يلا مع الجامعه انت اخر 24 ساعه دي تخرج تخرج. مرحبا بكم يا جماعه، نحن زي ما شفتوا في الحلقه اللي فاتت وريناكم الحتات الشعبيه، الاكلات الشعبيه زي والشاي كمان، شاي بالزلابيه. شنو رايكم هسه نوريكم شنو؟ حتات الفخمه في السودان، في السودان والراقيه. نحن ما نكتر كلام، ارح معانا نشوف الاماكن الفخمه في السودان. وشنو؟ ليتس جو. ارح الخرطوم. طبعا وصلنا الواجهه حقتها الاولى هي وين؟ السلام الخرطوم. طبعا يا جماعه الفندق ده بيحتوي على 236 غرفه، 10 اجنحه، 5 في اي بي، واحده بريزيدنت. عمر احنا ما نتكلم كثير، ما نتكلم كثير. رح معنا، رح معنا نوريك شباب. قبل ما تدخل لازم شنو؟ تلبس كمامتك عشان سلامتك. بالضبط، تلبس كمامتك عشان سلامتك. طبعا يا جماعه عشان احنا كده وصلنا الطابق الثالث وماشيين على الجناح. احنا في المول ماشيين على الجناح، جناح خاص بالرح. رح معنا وصلنا شباب. وين الجناح؟ خاص بالرح. رح معنا نوريكم الجناح. طبعا يا جماعه كده نحن دخلنا الجناح تمام. هنا تتفرج في التلفزيون. شنو احنا حاليا؟ احنا قاعدين في الصاله حلو، او غرفه الضيوف تجي تضيف فيها الناس حلو. بس احنا ندخل وين؟ الروم. ممكن تتفرج التلفزيون يا اخي؟ اسمعني ما بتفرج التلفزيون ولا حاجه. لا 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 دارت انام كل مره دارت يا اخي. ما تعرف شنو يا من تعب يا ما ولا ايش يا رح رح ماشي انام. رح ماشي الغرفه. طبعا انا حاليا في الماستر روم. والله ما ادري انام يا مان. احنا بنوريكم الغرفه بعدين نمشي النوم حلو. حنين نوريكم الفيو حق الغرفه. عن الفيو كيف تشوفون فيو على المذبح؟ فهمت يعني؟ يمكن تصحى انت لو ما تسبح تسبح حتتحمس حتيجي تسبح في الجو طبعا السخانه حق السودان انت عارفينها طبعا. فشنو نوريكم باقي الغرفه كامل. طبعا دي السرير دبل حلو جهز كل التجهيزات. نوريكم شنو هنا كمان. الدولاب هنا، الدولاب هنا مكان تغيير الملابس حلو. اوبا يا جماعة نحن دخلنا الحمام. اسمع شنو الفخامة؟ حاجة درع مجهزة كل التجهيزات. ماسورتين كمان، ماسورتين كمان. بس شوف أهم حاجة مراية السيلفي. ليه مسوي كذا؟ لسه باقي في الشاور برضه.
هنا الشاور. واسمعني انا لو حصل اي حاجه في الحمام حطس عليك انا. الو اسمع والله انا مزنوق في حاله طارئه. في حاله طارئه. متعب. والله حاجة ذا حاجة اسمعنا مش قلت لك ماشي هنوم يا خلاص بالحمام بس هنوم يا خلاص ماشي هنوم يا أول تبا في أي غرفة انتوا عارفين في أي غرفة ندخلها لازم نعمل حركة واحدة تعرفين صح؟ أوه يا شباب دي أحسن واحد أصلا قصة جوا شباب يعني انتوا فاهم كمية الراحة في المرتبة يهوان حاجة ذا بالله قول شوف يهوان حاجة ذا أنا هنوم هنا في الفيو ده صدقني حاسس نفسي في الغابات تحس نفسك في الغابه يا عمر صح ولا لا؟ والله متعة بالله يا عمر اسمعني لو سمحت قفل النور يا مان وقفل الباب واطلع لي برا بالله من الغرفه دي انا ترى النوم خلاص تصبح على خير طبعا يا جماعه في اسلام احمد نايم اتمتعوا بالفيو ده فيو ما شاء الله درع شديد مطل على السويمنج بول وعلى المناظر يعني بجد حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طبعا انا سامع انك تمشي المسبح بدوني لا 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 ما في شيء مزبوط انت مش دارس النوم لا لا ما في ارقد نوم لا 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 ما في مسبح نوم لا نوم لا نوم انا قاعد ماشي مكان مسبح احنا بنشوف لا 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 ماشي مسبح الله معاك يا باقي الجوله بتاعتنا في الفندق راح معانا طبعا يا جماعه كده طلعنا من الماستر روم وفي الكيتشن والحمام تقعد تسوي شو يا عم قلبت في السيناريو حق الحلقه الجايه يا اخي ناسي اي والله لازم الوقت قد الصيف حلوه والله عن الاضاءه دي النور هاي مو وكمان مع الجوده بس باقي شنو نقطه شنو ثاني هنا فاضل المطبخ ولا الحمام يلا خلاص دقيقه بس بدي شيء يا اخي قوم يا قوم يا اخي انت مش قلت دايرت تمشي مسبح انت مش مسبح ولا السيناريو السيناريو اكتب في بيتك راح مسبح راح الاضاءه ما عجبتني يا خلاص قفلنا الاضاءه راح نقطه شنو باقي المطبخ المطبخ الله في طقم يا الله ممكن يا شباب يعني زين تسوي قهوه براحته لا شباب اسمعني انت تسوي قهوه اذا مش مسبح مش مسبح ولا ناكل لا خلينا نسمعك راح نسمع طب معك يا الله ما تنسى ما نسيناك ما تخاف ما نسيناك ما تخاف يا رايح خلاص وصل يا رايح مش المسبح بعد في مسبح جيم ساونا كل شيء والبخار بس راح نشوف سوا اختصاصي اختصاصك انت تسوي بس دي حته شنو حته الكارديو جهز كل ماكينات الجري السايكلز الستير ماستر كل شيء مجهز كده عندك تتمرن تفرج الكوره تسمع اغاني تحكم بالماكينه الجري كل يعني حاجه فخمه فخمه جدا جدا انا قاعد اتمرن شنو انا اتفرج الكوره شوف لا يا اخي راح المسبح انت قاعد تسوي شنو؟ راح المسبح راح اصطب اصطب راح طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا الكارديو راح المسبح يا اخي المسبح شوف تساونا بدي اجي تعال تساونا راح راح معنا راح راح تفضل اخر حاجه في النادي الصحي اللي هو المسبح كان درع من هنا وصلح درع ده معنا شنو؟ الستوب هنا ودرع معنا حاجه بالظبط الحاجه الواو اسمعني يا عمر المسبح ما تطول كذا شباب شنو؟ مسبح المسبح راح نتقابل في المسبح وين شباب وصلنا وين؟ المسبح وين؟ بول تمام؟ فيلا المسبح واسع شديد وفيه قعدات عميق لل انا حاسس نفسي فخام شوي شوي هنا
تقعد كذا تشمس على الجو الضابط ده على المزرعه تعيش البهجه. ايش الغنى الحاصله يا عم؟ شنو نمشي ناكل؟ والله انا ماشي اكل. رح ناكل رح نحن وين يا شباب؟ وصلنا مطعم النوبة وفين؟ مفتوح شباب. أنا ما هتكلم كثير. أنا جعان ذاتي. راح نشوف سوا المتعة دي. راح سوا. طبعا قبل ما تدخل لازم شو؟ كمامة يا جماعة. شو المعقد؟ أطلع جاوض على الكمامة. لازم. والمعقد. حلو. شوف على الكمامة. نروح المعقد. وندخل. تخش استمتع. نمتعكم. احنا كده وصلنا حتة البوفيه المفضلة. تلقى اكتر حتة المفضلة اكتر حتة متحمس لها. حتة نحن شنو متحمسين لها. حلو. طبعا شوف الفيو يا شباب. حاجة كده رايقة. فطور تفطر بمزاج. فين انت بتفطر بمزاج. طبعا الديكور زي ما انتم شايفين. حاجة ديكور في قمة الرقي. يعني كان ديكور كان راحة نفسية. درع. والله انا درع. ما حد كتر كلام. بس نحن الصحن ده فاضي. هنوريكم هنجيكم تاني. بإذن الله. بعد ما نبدأ. الشيكين برياني. حلو. دجاج برياني. طبعا هنا الأكلة الهندية المعروفة. شباب أنا أنا حسيت بطعم الأكل. حسيت بطعم الأكل قبل ما أطوبه. جبنا الأكل يا شباب. يا جماعة البوفيه بيحتوي على أي التشكيلات كلها بتاع الأكل. لحوم الأسماك الجداد كل شيء. بحرية. بحرية برضو. السوشي السمك. سمك المقلي سمك المشوي كل السمك. يعني مستحيل تجي وما تلقى لك شيء. اسمع حتى انت زول حق جيم او زول عندك روتين تفكر لك كل الخضروات كل السلطات السلطات كل شيء. انا يا اخي اسمعني احنا نتكلم في احنا ناكل شوف خلص اكل نوريكم تقييم الاكل. خلصنا شنو؟ شنو؟ طبعا خلاص خلصنا الاكل والله تم بحمد الله والله. بس تفضل شنو؟ الصحان. تفضل شنو التحليل؟ لازم اهم حاجه الحلا. طبعا حاليا احنا وين؟ قسم الحلويات. اهم قسم بالنسبه لي. يا اخي انا مستمتع. الحاجه دي مصريه بس مشهوره عندنا اللي هي شنو؟ ام علي. شوف. انا مستمتع. طبعا نحط الصحن حق الحلويات هنا. تمام؟ نخش على الصحن شنو؟ الفواكه. زي ما وريناكم البوفيه المفتوح متكامل بكل الحياة حتى الفواكه. بطيخ. سلطة فواكه كاملة. تفاح اخضر. كيوي. طبعا يا جماعة كده خلصنا وجبة الأكل. كانت بجد حاجة يا جماعة ما لذ وطب. شيء انت نفسكم فيه وتشتهوا فيه موجود. كافة الاصناف. اسمع ما ينفع ما اطلع من هنا. الله يا اخي اسمع العشاء قرب. احنا دوبنا هذا قدامنا. انا مستكين شويه بجد يا شباب. كل ما تاكل تحس نفسك ما تشبع. تحس نفسك قدمت لي صحن مره ثانيه. بجد الاكل طاعم من يد. نشكر الشيف لؤي. طبعا شيف في قمه الرقي. انا حابب اوجه لك شكر من هنا يا استاذ لؤي او الشيف لؤي على الاكل الطاعم. بجد تسلم يدك. تقييمي الأكل من هنا 10 من 10. لأنه أكل يا عمر المعلومين الأكل ده بس ما يعني ما مشويات ولا فواكه حتى الحلا كمان
عندهم بسبوسه يا شباب والله بسبوسه والله العظيم جد يعني كم؟ كل الاصناف موجوده ويعني جد تقييم كميه ونديهم مية جد حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فبجد درع اسمع خلاص نحن قاعدين زياده يا مان نملى صحانه ثانيه بجد فخلاص شنو راح نقوم راح نقوم الطقه كانت حطوانه شديده اسمع طقه شديده طبعاً يا جماعة دي هنا الجوائز اللي حاز عليها فندق من تم افتتاحه مثلاً هوتيل اوف ذا يير 2015 اتشيفر اوف ذا يير اوارد برضو في جوائز كثيرة شديد من بلدان برضو مختلفة يعني أما حاجة نوريهم شنو؟ كتاب. الكتاب يلا الكتاب ده أي جهة ولا أي زول جا هنا قصد نزل الفندق ممكن شنو يكتب هنا في الكتاب ده تعليقه أو رأيه شنو في الفندق انتوا عارفين ان احنا نكتب شنو صح؟ هاي طبعا يا جماعة سنحنا ورانا World of Culture ده جدارية فيها هدية تذكارية من كل السفارات في الدول يعني السفارات يعني كنا نقولك مصر اليابان ماليزيا البوسنة النرويج سوريا اي دوله ماخذ حاجه كده قوم انها تذكر حاجه تراثيه في الدوله ذاتها او الحاجه القيمه في الدوله تمثل العلاقه الافريقيه طبعا هنا سفير دوله الفاتيكان دي تمثال حلو هنا من مملكه هولندا باكستان البوسنه اختصر الكلام هي اي سفير في الدوله هنا جاب هديه لفندق السلام خرطوم جاب تذكار بيمثل التراث حقه واداهم لهم هديه عشان يعلقوها في الوولف كلتشر شنو؟ ده هو الوولف اوف كلتشر طبعا يا جماعه ده كان ختام يومنا في فندق السلام الخرطوم كان بجد يوم جميل جدا 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 من كل حاجه من النادي المسبح كل حرفيا من افخم الفنادق السودان يعني كان درعة وفندق يعني من جد من أرقى الفنادق تعاملاً ما فندق حديث يعني إنه فيه يعني كل متطلبات الزول يعني من ناحية أكل من ناحية روم سيرفيس من أي من كل النواحي يعني ما شاء الله يعني هنا من هذا المكان المنقر أستاذ هالة ما قصرت الماركتينج حقت السلام 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 خرطوم فشنو أرح يجي لي نوار يا صاحي منظر